الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لك الحمد لما جمعتنا في رحاب هذا المسجد العظيم والذي أسس على تقوى من الله، على أيدي بررة مؤمنين صادقين. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا هذا العمل الصالح، كما دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه النبي إسماعيل عليه السلام، حيث يرفعان القواعد من بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لك الحمد لما هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هديت. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ومحبوبك سيدنا وشافعنا المشفع المحبوب سيد الكونين والثقلين، خير من مشى على الأرض وخير من قام وصام وصلى وخطب على المنبر. اللهم صل على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أسس بنيان مسجد أول ما تقدم إلى المدينة المنورة. اللهم صل على سيدنا محمد حيث قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. إخوة الإيمان والعقيدة، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. إخوة الإيمان، نحن نعيش أياما وليالي مباركات من أيام وليالي ربيع الأول، حيث أطلع الله فيه ربيع العالم سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وأوحى الله إليه برؤيا يراه رؤيا صادقة كفلق الفجر في أيام ربيع الأول، وبعدها ابتدأ الوحي القرآني بكلمة الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق في رمضان. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء إلى المدينة المنورة، نورها الله إيمانا وطاعة وسعادة للأمة. قدم إلى المدينة في ربيع الأول، وفارق الدنيا وارتحل إلى الرفيق الأعلى، إلى حبيب الله، إلى جبار الله سبحانه. ارتحل إلى الله في ربيع الأول، الثاني عشر من شهر ربيع الأول، يوم الاثنين صبيحته. كل ذلك جعله الله سبحانه وتعالى برنامجا منظما، حيث يؤمر من السماء. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: يومان ما ننساهما في حياتنا أبدا،
يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنورت المدينة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننساهما أبدا وحينما توفي أظلمت المدينة وقالوا حتى أنكرنا نفوسنا وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة قام بأربع أعمال جليلة العمل الأول بنى لله مسجدا حيث قال الله سبحانه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين حينما بركت ناقته صلى الله عليه وسلم والتي هي مأمورة من السماء فقال دعوها فإنها مأمورة فبركت في مكان حيث يوجد المسجد الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والذي بناها بيده صلوات ربي وسلامه عليه والأمر الثاني حينما قدم المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين ونحن في هذه القرية نتواخى مع بعض نتجالس مع البعض ونتحاب ونتزاور ونتعاون على مصداق قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آخى بين الأنصار والمهاجرين لا يوجد بينهم فقير إلا وغني كفاه ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم رؤساء القبيلتين الأوس والخزرج هاتين القبيلتين كانتا تتقاتل ما بينهما من سنوات طويلة على أسباب خسيسة تافهة يقتلون مع بعض ويتقاتلون أبناء وأحفادا ولا يدرون ما هي السبب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدماء محفوظة من رب العالمين المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فحسم القتال وآخى بين قلوبهم تحابوا حبا يفوق الخيال أحدهم يلقى الشهادة في معركة يرموك والصحابي عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه عندما يستشهد أتى إليه خالد بن الوليد رضي الله عنه ليشربه ليسقيه ماء في آخر رمق يرمقها في هذه الحياة فقال يا عكرمة وعندي كوب من الماء اشربها فسمع عكرمة رضي الله عنه عمه هشام بن عمرو ينادي للماء وهو يشاهد الشهادة فقال ائتوا بها إلى عمي هشام فأتوا إليه فها هو الثالث ينادي للماء فقال ما أبغى أبلغوها أخيه عله يرتوي فآثر بعضهم على بعض واحدا بعد واحد حتى رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الأول إلى العكرمة عكرمة بن أبي جهل فعكرمة رضي الله عنه توفي وجاء إلى الثاني هشام فتوفي والثالث توفي والرابع توفي وما شرب أحد الماء هذه المحبة والإخاء والحبة والمحبة ما بين
لا يوجد إلا في ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث رفع خالد بن الوليد رضي الله عنه يديه إلى السماء فقال: اللهم اسقهم من جنتك يا رب ما شربوا من هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث حسم القتال بين الأوس والخزرج، وفي الرابع نادى الصحابة الأنصار والمهاجرين فقال: يا صحابتي عليكم بالسوق لا تدعوها لليهود، عليكم بالسوق لا تدعوها لليهود، يعني تاجروا في سبيل الله واستغنوا أنفسكم لعل الله سبحانه وتعالى يغنيكم من حلاله، وابتغوا مرضات الله سبحانه وتعالى في سوقكم لعل الله سبحانه وتعالى يجعلكم أثرياء أغنياء تنفقونها في سبيل الله فتؤجرون في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن خير ما استمع إليه مستمع وأصغى إليه سامع ونطق به ناطق كلام الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وعصمني وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وجعل المساجد منارات تضيء سبل السلام. الحمد لله الذي شرع الحلال والحرام، والحمد لله الذي بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول قائدا للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أيها الناس، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنها شعار المؤمنين ودثار الصالحين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.
فقال سبحانه عز من قائل في محكم تنزيله: بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بخير إنسه وجنه وأمر بالمؤمنين أمراه، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعنا ولله أطعنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات، وتسلمنا بها من جميع الأسقام واللافات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سبح في يده الحصى ونبع من بين أصابعه الطاهرة الماء. اللهم ارض عن صحابته وأزواجه وخلفائه الراشدين أئمتنا وأئمة المؤمنين. اللهم ارض عن سيدنا أمير المؤمنين أبي بكر الصديق. اللهم ارض عن سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. اللهم ارض عن سيدنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان. اللهم ارض عن سيدنا رابع الخلفاء سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعن عمي نبيك حمزة والعباس، وسبطي رسولك الحسن والحسين، وسائر أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أجرنا في هذه الأيام المباركة. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا بناء هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم بارك في كل من ساهم في بناء هذا المسجد. اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم صلى في هذا المسجد. اللهم ارحمنا وارحم من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك وتتلى فيه آياتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم من النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.